الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل لاتفاق لعملية ملء وتشغيل سد النهضة. مدبولي يتوجه إلى تونس على رأس وفد وزاري للمشاركة في أعمال الدورة 17 للجنة العليا المشتركة. انكماش الاقتصاد البريطاني خلال مارس الماضي مع انكماش الإنفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع نفقات المعيشة. الثانية عشرة ظهراً العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وبداية هذه النشرة مع شيماء الكردي. لك شيماء. أهلا بك ليلاس. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة وتكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة. وخلال استقباله مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل سد النهضة. وفي اجتماع آخر مع نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية، أكد رئيس السيسي حرص مصر على تعميق العلاقات مع البرازيل في مختلف المجالات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد جاك ساليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب السيدة نيكول شامبين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والسيد بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والسيد جوشوا هاريس رئيس إدارة شمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والسيدة إيريانا برينغوت كبير مستشاري رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي نقل إلى السيد الرئيس تحيات الرئيس جو بايدن، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة التحالف المصري الأمريكي مع تطلع واشنطن لتطوير علاقات الشراكة مع القاهرة ونقلها إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار علاقات التعاون الوثيقة والممتدة بين البلدين، خاصة في ضوء الدور المصري الهام بقيادة السيد الرئيس في منطقة الشرق الأوسط باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي بايدن، مؤكدا سيادته حرص مصر على تعزيز وتدعيم شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الولايات المتحدة، وكذا تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة، وذلك في إطار المصالح المشتركة للبلدين ولدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من توتر واضطراب. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد السيد الرئيس على أن حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً ويفتح آفاقاً واسعة لبناء السلام ومد جسور الثقة والتعاون والبناء والتنمية في سائر منطقة الشرق الأوسط. في حين أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن التقدير البالغ للإدارة الأمريكية تجاه الجهود المصرية الممتدة لإرساء السلام في المنطقة، إلى جانب دورها الأساسي في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ومبادرات إعادة إعمار غزة. كما تطرق اللقاء كذلك إلى مستجدات عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الثابت والمستند إلى ضرورة تدعيم أركان الدول التي تمر بأزمات وتقوية مؤسساتها الوطنية بما ينهي معاناة شعوبها ويحافظ على مقدراتها، وكذا يساعد على شغل الفراغ الذي أتاح للجماعات الإرهابية التمدد والانتشار. كما تم في ذات السياق مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أشاد السيد سوليفان بجهود مصر الحثيثة على هذا الصعيد، وتم التوافق بشأن أهمية دفع التعاون بين الجانبين في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلى ما يمثله الإرهاب من خطر رئيسي على المستوى الدولي.
تم أيضا مناقشة مستجدات قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ الأمن المائي المصري ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد برونو دانتاس نائب رئيس محكمة المحاسبات الفيدرالية البرازيلية، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المسؤول البرازيلي إلى مصر، مشيدا سيادته بتميز علاقات الصداقة التي تجمع بين مصر والبرازيل، ومؤكدا حرص مصر على تعميقها في مختلف المجالات لا سيما في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، وذلك في ظل الرؤى المشتركة والخبرات المهنية الواسعة التي يتمتع بها كل من الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر ومحكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، مستعرضاً سيادته في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر من خلال استراتيجياتها المختلفة لمكافحة الفساد ومراجعة الأداء الحكومي وتوفير مناخ من الشفافية والنزاهة والمساءلة. من جانبه أرب السيد دانتاس عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مثمناً الروابط التاريخية المتينة بين مصر والبرازيل، ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز التفاهم المشترك مع مصر في مجال الرقابة المالية والقانونية ومكافحة الفساد، خاصة في ظل أهمية دور الأجهزة المعنية بالبلدين في حماية أموال وممتلكات الدولة، ومشيداً في هذا الصدد بما حققته مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية في مجال التنمية الشاملة. اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعظيم التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في البلدين، خاصة في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة إنتوساي، وذلك في ضوء كونها الصوت الدولي للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومنصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية بشأن توفير المعايير الرقابية للقطاع العام وتعزيز مبادئ الحوكمة. توجه دكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة التونسية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، وتعقد اللجنة اجتماعاتها على مستوى كبار المسؤولين برئاسة رئيسي وزراء مصر وتونس. هذا ومن المقرر أن تشهد الزيارة التي تستمر على مدار يومين توقيع عدة وثائق في مجالات تخدم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة. كما سيتم عقد المنتدى الاقتصادي المشترك لتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية بين البلدين. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تتعلق بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط هالة السعيد تقريرا حول متابعة ما تم تنفيذه من إجراءات خاصة بمحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. كما تم استعراض إجراءات المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية والتي وضعت وفقا لمجموعة من المعايير بحيث يتم تنفيذ على مستوى محافظات الجمهورية.
واجهت القوات المسلحة عددا من الضربات القاسمة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء، وذلك انطلاقا من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وفي إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من 7 مايو الجاري وحتى 11 من الشهر نفسه. انطلاقا من الثوابت الوطنية للقوات المسلحة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وفي إطار جهودها وإجراءات التنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من 7 مايو الجاري وحتى اليوم، وثأرا لدماء الشهداء، تم ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم 7 مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية. وتدمير عربتين دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، نتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية. كما نجحت القوات المسلحة في اكتشاف وتدمير عدد من العبوات الناسفة المعدة لاستهداف قواتنا، وفجر اليوم 11 مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة، مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية. كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من إحباط محاولة للهجوم على أحد الارتكازات الأمنية، وتم التعامل معها، مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية والتحفظ على عدد من البنادق الآلية والخزن والقنابل اليدوية والأجهزة اللاسلكية وقواذف البركان. وقد تم التحفظ على جثث القتلى التكفيريين لحين تسليمهم إلى ذويهم حال التعرف عليهم، ونتيجة للأعمال البطولية لقوات إنفاذ القانون نال شرف الشهادة ضابط و4 جنود، كما أصيب جنديان آخران. هذا وتؤكد القوات المسلحة أنها لن تترك حق الشهداء من أبنائها، وعزمها على استمرار جهودها في محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، وأن عزيمة رجالها تزداد قوة ورسوخا يوما بعد يوم، وأن مثل تلك المحاولات البائسة من قوى الشر ومن يعاونهم لن تزيد قواتنا إلا إصرارا على تحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم. استقبلت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسون وزير الخارجية سامح شكري في إطار الزيارة التي يجريها حاليا إلى كوبنهاغن، وذلك لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية أن شكري أعرب عن الاهتمام بدفع العلاقات الثنائية بين مصر والدنمارك وتعزيز مختلف جوانب تلك العلاقات سياسيا واقتصاديا وثقافيا وبرلمانيا. وأضاف البيان أن الوزير شكري أكد الاهتمام بزيادة الاستثمارات الدنماركية وتعزيز مشاركة الجانب الدنماركي في خطط التنمية المصرية، فضلا عن زيادة التعاون في عدد من المجالات والقطاعات. شارك الوزير وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، شارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري
حول تنفيذ تعهدات المناخ الذي تستضيفه الدنمارك ويعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة. هذا وتسعى مصر للحفاظ على الزخم الحالي لعمل المناخ الدولي على نحو يرفع من سقف الطموحات ويجعل هدف وقف الارتفاع في معدل درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية في المتناول، بجانب التأكيد على ضرورة عدم تأثر تعهدات المناخ بالوضع الجيوسياسي الحالي. التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ مع وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي ووزير الدولة البريطاني رئيس الدورة 26 للمؤتمر، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدنمارك حول تنفيذ تعهدات المناخ والذي يعقد برئاسة مصرية بريطانية مشتركة. وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزير استعرض خلال لقاء استعدادات مصر الجارية لاستضافة الدورة المقبلة لتغير المناخ، مبرزا حرصه على التشاور مع كافة الأطراف المعنية بهدف الاستماع لرؤاهم حول مختلف موضوعات المناخ. كما أضاف المتحدث الرسمي أن شكري طرح رؤية مصر للنتائج المنتظرة للدورة 27 للمؤتمر، حيث تتطلع إلى أن تمثل خطوة هامة على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع فعلي على الأرض. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء إيهاب اللفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية. هذا فضلا عن الأعمال المعمارية والإنشائية بقاعات مسجد مصر، إلى جانب تصميمات دار القرآن الكريم وصالة المقتنيات النبوية بالقاعة التاريخية في الدار. كما اطلع السيد الرئيس على سير العمل بشبكة المحاور داخل العاصمة الإدارية وجهود التنسيق الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية بها. كما وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل بالمشروعات الجارية في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا للتخطيط الزمني والإنشائي المقرر الانتهاء من الأعمال، هذا مع الاهتمام بتفاصيل التنسيق الحضاري بكافة الطرق والمحاور والأحياء لتتكامل مع جميع العناصر الإنشائية والهندسية للعاصمة الإدارية ولتعكس العاصمة صورة الدولة المصرية الحديثة. أعلن جميع رؤساء الأحزاب الأعضاء في تحالف الأحزاب المصرية تأييدهم بالإجماع للدعوة الكريمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بتنظيم مؤتمر للحوار الوطني دون إقصاء أو استثناء لأحد لوضع خارطة طريق للعبور بمصر للجمهورية الجديدة. وخلال اجتماع عقده التحالف تحت عنوان الطريق إلى الحوار الوطني، ثمن رؤساء أحزاب التحالف هذه الدعوة ووجهوا رسالة شكر وتقدير لرئيس السيسي على هذه المبادرة الرئاسية الكريمة والتي تكشف عن مدى تقدير الرئيس للأحزاب
الدولي والقوى السياسية المصرية، وأن الدخول للجمهورية الجديدة يحتاج إلى الاستفادة بكل الآراء ورؤى الوطنية تنفيذا لما أعلنه أن مصر وطن يتسع للجميع، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. يعلن جميع رؤساء الأحزاب الأعضاء في تحالف الأحزاب المصرية تأييدهم بقوة وبالإجماع للدعوة الكريمة التي وجهها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية بتنظيم مؤتمر الحوار الوطني دون إقصاء أو استثناء لأحد لوضع خارطة طريق للعبور بمصر الجديدة. ويسمي رؤساء الأحزاب للتحالف على هذه الدعوة ويوجهون رسالة شكر وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرة الرئاسية الكريمة والتي تكشف مدى تقدير السيد الرئيس للأحزاب السياسية والقوى السياسية بمصر، وأن الدخول للجمهورية الجديدة يحتاج إلى الاستفادة بكل الآراء والرؤى الوطنية تنفيذاً لما أعلنه أن مصر وطن يتسع للجميع، وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. هذا وأشاد أعضاء التحالف بتكليف الرئيس السيسي المؤتمر الوطني للشباب بتنظيم وإدارة هذا الحوار كمظلة محايدة، وهو ما كشف عنه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب بالحرص على الحيادية والتجرد. كما دعا رؤساء الأحزاب السياسية أعضاء التحالف جميع القوى الوطنية المدعوة للمؤتمر على ضرورة تغليب المصلحة العامة لمصر وشعبها على أي مصالح. ويشيد رؤساء الأحزاب السياسية بالتحالف بتكليف السيد الرئيس للمؤتمر الوطني للشباب بتنظيم وإدارة هذا الحوار كمظلة محايدة، وهو ما كشف عنه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب أمس بالحرص على الحيادية والتجرد، وأن هذا المؤتمر يعقد تحت الرعاية المباشرة للسيد الرئيس، حيث أن قانون إنشاء الأكاديمية يؤكد تبعيتها لرئيس الجمهورية. ويدعو رؤساء الأحزاب السياسية أعضاء التحالف جميع القوى الوطنية المدعوة للمؤتمر الحوار الوطني على ضرورة تغليب المصلحة العامة لمصر وشعبها على أي مصالح خاصة، وأن تنتهز فرصة تنظيم مؤتمر الحوار الوطني للدخول إلى الجمهورية الجديدة وتطلعات الشعب المصري ونبذ أي خلافات سابقة من المشهد العام في هذا المؤتمر الذي سيكون محط أنظار الشعب المصري كله بل والرأي العام الدولي. وأشار رؤساء الأحزاب السياسية أعضاء التحالف إلى أنه بعد المناقشات المثمرة والبناء التي جرت خلال الاجتماع، فإنهم يرون أن تتضمن أجندة المؤتمر قضايا الإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية ومواجهة التهديدات الخارجية للأمن القومي المصري ووضع حلول لمشكلة البطالة والديون والنهوض بالتعليم والصحة ومواجهة مشكلة الزيادة السكانية وإجراء مراجعة لعدد من القوانين السياسية، مؤكدين في الوقت ذاته على دعم القوات المسلحة والشرطة المصرية وتوجيه الشكر والثناء لهم على ما يقدمونه من تضحيات. ويرى رؤساء الأحزاب السياسية أعضاء التحالف بعد المناقشات المثمرة والبناءة التي جرت خلال الاجتماع أن تتضمن أجندة المؤتمر قضايا الإصلاح الاقتصادي والتنمية البشرية ومواجهة التهديدات الخارجية للأمن القومي المصري ووضع حلول لمشكلة البطالة والديون والنهوض بالتعليم والصحة ومواجهة مشكلة زيادة السكانية وإجراء مراجعة العديد من القوانين السياسية ومنها قانون الأحزاب وتنظيم المؤسسات الأهلية وأيضا قانون الأحوال الشخصية وطرح قضايا توطين الصناعة ودعم المزارع لزيادة الإنتاج الزراعي والتأكيد على عدم الاحتكار لحماية المواطن المصري، مع التمسك أيضا بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حماية الوحدة الوطنية. ويؤكد جميع رؤساء التحالف على دعم القوات المسلحة والشرطة المصرية وتوجيه الشكر والثناء لهم على ما يقدمونه من تضحيات لاستقرار الأمن والأمان بمصر.
شيع اليوم جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة من مقر الرئاسة في مدينة رام الله بحضور رسمي وشعبي. وكان موكب التشييع الرسمي لجثمان أبو عقلة انطلق من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله بحضور عدد كبير من الصحفيين والفعاليات الرسمية والشعبية. أكد رئيس التونسي قيس سعيد حرصه على ألا تكون التوازنات المالية على حساب الفقراء وضرورة الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وشدد الرئيس التونسي خلال استقباله رئيسة مجلس الوزراء التونسية نجلاء بودن على ضرورة وضع حد لظاهرة الاحتكار التي هي من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أزمات في التزود بعدد من المواد الغذائية. أظهرت بيانات اقتصادية انكماش الاقتصاد البريطاني خلال مارس الماضي على خلاف التوقعات مع انكماش الانفاق الاستهلاكي بسبب ارتفاع نفقات المعيشة. وذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن إجمالي الناتج المحلي انكمش خلال مارس الماضي بنسبة وصلت إلى 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وهو ما سجل استقرارا تاما. كما يتوقع المحللون انكماش اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد تضرر الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب في أبريل الماضي. أوضحت جريدة الجارديان البريطانية أن أحدث الأرقام الرسمية أظهرت أن الاقتصاد البريطاني انكمش في مارس الماضي مع تقليص المستهلكين الإنفاق في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. ونقلت الجارديان عن وزير المالية البريطاني ريتشي سوناك قوله إن تعافي الاقتصاد تعطل بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية والتحديات العالمية الأخرى. بدورها أشارت جريدة دالي تلغراف البريطانية إلى استعداد الأسر في المملكة المتحدة لخفض إضافي قدره 3000 جنيه استرليني في مواردها المالية هذا العام مع ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية. هذا ونقلت الجريدة عن استطلاع شمل 2000 شخص أن 3/4 دافعي الفواتير يتوقعون أن يكونوا أسوأ حالا هذا العام نتيجة لارتفاع التكاليف. هذا فيما يتوقع الأسرة البريطانية المتوسطة أن ترتفع مصاريفها بمقدار 3020 جنيها استرلينيا سنويا. لا تزال الأزمة الأوكرانية تعصف باقتصادات العالم وتلقي بظلالها على أسعار السلع ومعدلات التضخم ونقص الموارد التي بلغت مستويات تاريخية غير مسبوقة، لا سيما في ألمانيا التي طالما وصفت بأنها ذات قوة صناعية عالية وتتصدر قائمة الاقتصادات الأكثر قوة في العالم. المزيد في سياق هذا التقرير. مع استمرار تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على اقتصادات دول العالم، أعلنت الحكومة الألمانية عن مؤشراتها لمعدلات التضخم والتي سجلت مستوى قياسيا جديدا خلال إبريل الماضي نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وارتفع المعدل السنوي للتضخم الألماني إلى 7.4 في إبريل مقابل 7.3% في مارس السابق له. وكانت معدلات التضخم قد تأثرت في مارس الماضي بتفاقم أسعار الطاقة فقط، إلا أنها في إبريل تأثرت أيضا بزيادة أسعار المواد الغذائية. مكتب الإحصاء الألماني أكد أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 8.6%، فيما ارتفعت أسعار منتجات الطاقة مرة أخرى بنسبة 35.3% مقارنة مع زيادة بنسبة 39.5% في مارس.
وتعتمد ألمانيا في وارداتها من النفط والغاز على روسيا بالدرجة الأولى بأكثر من 50%، إلى جانب المواد الغذائية كالقمح وزيت الطعام التي تعد روسيا وأوكرانيا أكبر مصدرين لها في العالم. الطلبية في قطاع الصناعة تراجعت أيضاً خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 5% بعد زيادة تكاليف الإنتاج، ما أثر على ارتفاع سعر المنتج. في الوقت نفسه استمر قطاع الطيران في التأثر بشكل سلبي بكل من جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا، حيث ارتفعت خسائر شركة تشغيل المطارات الألمانية فرايبورت جروب خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 118,200,000 يورو مقابل خسائر بقيمة 77,500,000 يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. من جانبه دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك المستهلكين والشركات إلى الاستعداد لمزيد من الارتفاع في الأسعار، قائلا إن حكومته أطلقت برامج مساعدات وقروضا مختلفة، غير أنها لا تستطيع بمفردها مواجهة التبعات التي ينبغي على الاقتصاد القومي ككل أن يتحملها. قال نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد وحماية المناخ روبرت هابيك أن برلين ستكون قادرة على التعامل مع وقف إمدادات الغاز الروسي في الشتاء القادم. كما جدد المسؤول الألماني في تصريحات صحفية جدد دعوته لتوفير الطاقة، موضحا في الوقت ذاته أنه إذا كان من الممكن توفير 10% خلال العامين القادمين في الصناعة وفي المنازل الخاصة، فهذه نسبة حاسمة حتى لا تدخل ألمانيا في موقف صعب. كما ذكر الوزير أن 2 من 4 وحدات عائمة لتلقي الغاز المسال التي استأجرتها ألمانيا تحل بالفعل محل ما يقرب من ربع واردات الغاز الطبيعي الروسي. كما حذر من الأخطار الاقتصادية لوقف إمدادات الغاز من روسيا، منوها بأن مرافق تخزين الغاز ستكون فارغة في نهاية فصل الشتاء. قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إن الولايات المتحدة تتعمد تغيير الوقائع من خلال الادعاء بأن أزمة الغذاء هي نتيجة لتصرفات روسيا في أوكرانيا. وأضاف السفير الروسي أن سلطات كييف تمنع السفن التي في موانئها من الخروج وتسليم المؤن وغيرها من البضائع إلى دول أخرى، وفي الوقت نفسه فإن محاولات موسكو لتنسيق فتح الممرات الإنسانية لهذه السفن موضع تجاهل تام من الجانب الأوكراني. حذر التقرير السنوي الذي أطلقته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية من استمرار ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي لنحو 193 مليون شخص في 53 دولة. المزيد مشاهدينا الكرام مع الزميل شادي الشاش. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. تقرير عالمي يدق ناقوس الخطر بشأن أزمة الغذاء حول العالم. إذ كشف التقرير السنوي الذي أطلقته الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية النقاب عن استمرار ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد ويحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة. يرى التقرير أن الاتجاهات المقلقة في انعدام الأمن الغذائي هي نتيجة لعدة عوامل، منها الصراعات والأزمات الاقتصادية والأزمات البيئية والمناخية. وأشار التقرير إلى أن نحو 193 مليون شخص في 53 دولة أو منطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهذا يمثل زيادة بنحو 40 مليون شخص مقارنة بالعدد القياسي بالفعل لعام 2020. التقرير أكد أن النزاعات هي السبب الرئيسي الذي دفع ب 139 مليون شخص باتجاه انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما دفعت الظواهر الجوية المتطرفة أكثر من 23 مليون شخص لتلك الأزمة. أما الصدمات الاقتصادية فدفعت أكثر من 30 مليون شخص لانعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويقول مسؤولون أمميون إن الأزمة الأوكرانية تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر، مشددين على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على تجنب أكبر أزمة غذائية في التاريخ. إذ قال ديفيد بازلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي إن الجوع الحاد يرتفع إلى مستويات غير مسبوقة بسبب الحرب في أوكرانيا وأزمة المناخ وفيروس كورونا. وتحدث التقرير عن حلول لتلك الأزمة، منها مساعدة البلدان الشريكة في الانتقال إلى أنظمة غذائية زراعية مستدامة وسلاسل توريد مرنة من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة للصفقة الخضراء. وقد يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للجوع أيضا تعزيز التغييرات الهيكلية في طريقة توزيع التمويل الخارجي، بحيث يمكن تقليل الاعتماد على المساعدات بمرور الوقت من خلال استثمارات إنمائية طويلة الأجل. ويؤكد الشركاء أن معالجة الأسباب الجذرية لأزمات الغذاء باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، بدلا من مجرد الاستجابة لها بعد حدوثها. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا حول أزمة الغذاء التي اجتاحت الكثير من دول العالم. شكرا لمتابعتكم. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن انضمام فنلندا إلى الناتو يمثل تهديدا مؤكدا لروسيا. كان الرئيس الفنلندي ساولو نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين قد أعلنا عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف شمال الأطلسي. وشدد الرئيس الفنلندي ورئيسة الوزراء على أن بلدهما يجب أن يتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو من دون تأخير، مضيفين أن بيانا رسميا في هذا الصدد سيصدر الأحد المقبل. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة حول التطورات في أوكرانيا، وذلك بطلب من فرنسا والمكسيك. هذا وقال دبلوماسي أن فرنسا والمكسيك طلبتا أن يتم خلال الجلسة تقديم إحاطات من كل من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة واليونيسيف. وستكون هذه الجلسة 16 التي يعقدها مجلس الأمن حول أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي. ينطلق اليوم اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبعة وحلف شمال الأطلسي في ألمانيا، ومن المقرر أن يناقش وزراء مجموعة السبعة القضايا الدولية الملحة مثل العواقب العالمية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقضايا السلام والأمن ومكافحة تغير المناخ. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إصابة 4 مواقع قيادة للجيش الأوكراني و34 منطقة تمركز أفراد خلال 24 ساعة الماضية.
وأشار الجيش الروسي إلى أن قوته المسلحة قامت بتحييد أكثر من 320 عنصرا من القوميين الأوكرانيين المتطرفين، كذلك تعطيل 72 وحدة من المعدات العسكرية. هذا وضربت الطائرات الروسية 120 منطقة تمركز للأفراد والمعدات العسكرية، هذا بالإضافة إلى تدمير محطة الرادار الأوكرانية لمنظومة الدفاع الصاروخي S-300 في منطقة أوديسا ومستودع أسلحة في منطقة خاركوف. وكذلك اتفقنا على وضع موارد جديدة وجعلها أو تخصيص سيولة مالية أكبر للأقاليم لرفع مستوى أماكن العمل، وتحدثنا كثيرا في هذا المجال وتم اتخاذ قرارات لمساعدة الشركات التي يعمل فيها نحو أكثر من 50 مليون شخص، ولابد من دفع أو تقديم الضمانات لهذه الشركات لمدة سنة، وبهذا الشكل يمكن أن يبقي الأعمال حوالي 1.1 تريليون روبل، ما يساوي نحو ثلث من القروض التي تقدمها الدولة. إضافة إلى ذلك يمكن لقطاع الاقتصاد أن يحصل على تسهيلات في الضرائب حوالي نصف تريليون روبل من التسهيلات، وهذا من شأنه أو يمكن التحكم به في الثلث الثالث من العام بناء على سوق العمل. ويجب أيضا تحديد المعايير في هذا المجال، وكما قلت لقد وسعنا منظومة الضمانات في الخروج من قبل بنك الاقتصادي الخارجي فيت، وكذلك ساعدنا بعض الشركات للانتقال من الأعمال الصغيرة إلى الأعمال المتوسطة أو حتى الكبيرة، وأيضا تقدم قروض بنسب قليلة. وكذلك بنك روسيا يعمل على تسهيل القروض للمواطنين بشكل عام، وكما تعلمون فإن النسبة السنوية للبنك المركزي قد انخفضت إلى 14%، وبناء على ذلك اتخذنا قرار بخفض النسبة للقروض السكنية بنسبة 9% اعتبارا من شهر مايو من هذه السنة، وأيضا برامج القروض التمييزية السكنية ستساعد الأسر الروسية وخاصة الأسر الشابة في تحسين ظروف المعيشة والسكن، وآلية هذه القروض السكنية تدعم قطاع البناء في بلادنا. ودعونا نتحدث أيضا عن كيفية تنفيذ الإجراءات لدعم الأعمال أو البزنس في الأسر والممارسات، وأيضا الإجراءات والمعايير الواجب اتخاذها للوصول إلى اقتصاد ثابت ومتزن. ودعونا نبدأ بالعمل وأعطي الكلمة الآن لوزير التنمية والاقتصاد. سيادة الرئيس، إن الاقتصاد الروسي في ظل الضغوطات التي يتعرض لها قد أثبت متانته، علما أننا لم نتمكن أو بالأحرى تمكنا من الحيلولة دون رفع. قبل هذه الأوضاع الحالية التي فرضت إضافة إلى
إذن مشاهدينا وصلنا لختام هذه النشرة. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي أنا شيماء الكردي وزميلتي ليلى سكافوزي. إلى اللقاء.